قد يظن البعض أن بمجرد وقوع الزواج تتلاشى الحدود بين الزوجين وتذوب تماماً، وبالرغم من صحة هذه العبارة جزئياً، فإن هناك بعض الحدود بين الزوجين التي يجب على كل منهما لا يتخطوا الآخر، حفاظاً على منزلهما وحياتهما الزوجية سعيدة ومستقرة. وللحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، نرحب بضيفتنا عبر تطبيق زوم الأستاذة سارة عبد الرحمن السر، استشارية نفسية وأسرية. صباحك ورد وسعادة أستاذة. يا صباح النور، يا صباح الخير عليكم جميعا. يسعدني ويشرفني طبعا تواجد معاكم عبر هذه القناة المميزة، قناة التجارة، ونحن أسعد في هذا البرنامج الجميل، برنامج صباح الخير يا وطن. حياكم الله عزيزاتي. حياة الله. بداية أستاذة، صباح المشاهدين بعد ما ننساهم. بداية أستاذة، هل فعلا توجد حدود بين الزوجين، وما هي هذه الحدود؟ ياليت لو تعرفين عليها أكثر. بالطبع عزيزتي، الحدود في العلاقات بشكل عام، لو تكلمنا عنها بشكل عام بعيداً عن الحدود في العلاقة الزوجية أو الحياة الزوجية، لابد أن تكون هذه الحدود موجودة في كل أنواع العلاقات، فهي تعتبر صمام الأمان أو مسافة الأمان في هذه العلاقات، كما تفرض علينا في قواعد المرور أن نترك مسافة أمان ما بيننا وبين المركبات الأخرى، وذلك إلزاماً حتى لا يصير تصادم ما بين المركبات، وبالتالي حتى إذا صار لا سمح الله هذا التصادم يكون ذو ضرر أقل على الأشخاص. تلك هي الحدود في العلاقات عموما، هي تلك المسافة الآمنة التي نتركها حتى لا يصير تصادم، وإن صار يكون أقل ضررا وأقل تأثيرا على هذه العلاقات. فما بالك في العلاقة الزوجية، تلك العلاقة أو الحياة الزوجية المقدسة، لابد أن تكون فيها بعض الحدود التي توضع بدقة وتوضع بتفاهم وتوضع بمودة وتوضع برحمة ما بين الزوجين، حتى تستمر الحياة بسلاسة وتتجنب المشاكل أو تقل فيها الخلافات بإذن الله. والحدود طبعا في الحياة الزوجية متعددة، قد تكون حدود في الخصوصية، حدود في الحرية الشخصية، أو حدود في الصراحة، أو حدود في التعبير عن الرأي، أو حتى حدود في تربية الأبناء عزيزي. نعم صحيح. أستاذة، أكيد طبعا تدخلات الأهل يعني تثير المشاكل بين الزوجين، فما هي حدود تدخلات الأهل بين الزوجين في العائلة الواحدة؟ نعم بالضبط، هي تدخلات الأهل، يعني لو نظرنا للمجتمع حاليا، يعني أغلبية المشاكل اللي تصير ما بين الزوج والزوجة تنقل إلى الأهل للأسف، وبالتالي تتفاقم، أحيانا تكون المشكلة صغيرة ما بين الزوجين وتتفاقم بسبب تدخلات الأهل، ليس بسوء الظن بهم، ولكن يسعون كل الأهالي طبعا خوفا وحرصا منهم على الأبناء أن تكون الحياة مستقرة، ولكن أحيانا التدخل يكون سلبي فيؤثر ضررا أو يؤثر سلبا على هذه العلاقة ويزيد أو يكبر من هذه المشكلة. فلا بد أن يكون الوعي لدى الزوجين عزيزتي. أنا أقول في المقام الأول الزوج والزوجة يجب أن يكونوا واعين لدرجة كافية أن لا تنقل المشاكل إلى الأهل. يعني مثلا عندنا البنت، المرأة إذا اشتكت لأمها، قلب الأم بطبعها يعني تلقينها تزعل على الزوج وتحط في خاطرها وتبدأ يعني تعطيها أشياء بناء على الشعور السيء اللي في داخلها، أو تعطيها مثلا أوامر أن أنت المفروض تسوين هذا الشيء، فيؤثر سلبا وتكبر المشكلة أكثر ما بين الزوجين. صحيح. بالتالي وعي الزوجين بأن هم كيف يخلصون هذه المشكلة ما بينهم، وأنا دائما أنصح أن بقدر يعني قد ما احتاج الزوج والزوجة أن يدخلون طرف ثالث، يفضل أن يكون الطرف غريب، والطرف يجب أن يكون ذو خبرة في المجال أو ذو خبرة في بالضبط ومحايد، يعني لا الأهل، أهل الزوجة وأهل الزوجة، يمكن كل واحد مهما كان كل واحد يخاف على ابنه. صحيح. أو يوقف في طرف ابنه فعلا. فبالتالي يفضل أن تكون الاستشارة الذي ذوي الاختصاص اللي ممكن يفيدونكم في الخبرة، ممكن يفيدونكم في هذه الأمور عشان تصغر المشكلة ولا تكبر. صحيح. أستاذة سارة، أكيد في العديد من المشاكل بسبب تربية الأبناء وتدخل في تربية الأبناء، هل فعلاً توجد حدود في تربية الأبناء بين الزوجين؟ بالطبع بالطبع، هذا موضوع جداً مهم، الحدود في تربية الأبناء جداً مهم، لأنه يفرض الاحترام ما بين الأسرة بوجه عام، يعني الاحترام يكون ما بين الأب والأم وينتقل إلى الأبناء، فلا بد أن توجد هذه الحدود من البداية بالاتفاق ما بين الأم والأب، ألا يتجاوز الأب حدوده في التربية، كمثلاً عندما تعنف الأم أو توجه أو تبدي رأيها مع أحد أبنائها، يجب على الأب ألا يتدخل فوراً في هذا الموضوع،
احتراما لوجود الأم، احتراما لكلمتها، احتراما لهيبتها أمام أبنائها. بالتالي كذلك الأم عندما يبدي الأب رأي أو يبدي توجيها إلى الأبناء، على الأم أن لا تتدخل حتى وإن اختلفوا في الرأي، فلا بد أن يكون هنالك مساحة خاصة يتناقشون فيها خارج إطار الأبناء أو بدون وجود الأبناء. صحيح. ليصلون نعم معا إلى الحل الأنسب. ولكن عندما نتدخل سلبا، أنا كأم أتدخل إذا الأب مثلا تصرف مع ابني حب أن يواجهه، أنا كأم أحيانا الأمهات أكثر حساسية فنزعل ونعصب ونقول له لا ليش جي لا تصارخ عليه أو ليش هالتصرف، فللأسف هي تصير المشكلة ما بين الأم والأب، وبالتالي الابن ما يحترمهم، لا يحترم الأم ولا يحترم الأب. فهذه حدود، الزوجة لها مكان وهيبة في تربية الأبناء، يجب على الزوج أن لا يتعداها. ومثل ما قلت، إن اختلفوا في الرأي لابد أن يعودوا ويتناقشوا فيما بينهم يعني. صحيح. فعلا صحيح. طيب أستاذة، ذكرنا في البداية حدود الخصوصية، لكن مثلا هناك بعض الأزواج أو الزوجات نقدر نقول يشوفون أن مثلا استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو الهاتف الذكي أنه ممكن الزوج يطلع على خصوصيات زوجته أو العكس صحيح، لكن كيف نقدر نقنع الطرفين أن في هذا الشيء توجد أيضا حدود وتوجد خصوصية لكلاهما؟ نعم معاك أنا في هذه النقطة، كيف نقدر نقنع الزوجين؟ أنا أشوف الحمد لله حالياً مع النمط المتسارع للحياة، ولكن بدأ الوعي يصير أزيد عن قبل يعني، ولله الحمد. أن لابد أن تعي المرأة ويعي الرجل أن كل منهم كائن مستقل بذاته ما قبل الزواج يعني، فلنضع الرجل في دائرة والمرأة في دائرة، كل منهم مستقل بذاته كان ما قبل الزواج، اجتمعت تلك الدائرتين لتشكل دائرة واحدة ما بينهم أشياء مشتركة، ولكن لم تندمج هذه الدائرة تماماً حتى نتعدى هذه الخصوصية التي كنا فيها من قبل. طبعاً هو الكلام غالباً يقولون أن لا، بعد الزواج المرأة والرجل قالب واحد أو صاروا روحين في جسد أو ذلك الكلام العاطفي. صحيح. الذي فعلاً هو بناء يعني في العلاقات، ولكن عندما نوضعهم في دائرة واحدة يجب أن نضع بعض الخطوط الفواصل ما بينهم حتى تخف تلك الخلافات يعني. أنا إذا استحب صلاحية أني أنا أتطرق إلى أني أمسك تلفون زوجي وأشوف وأراقب وأتابع، بالتالي تجاوزت حدود الخصوصية عند الزوج، واللي ما أرضاه أنه هو يسويه معي المفروض أني أنا ما أرضى أني أسويه معه. وكذلك الزوج يعني، أنت ما تتعدى فقط على خصوصية الزوج عندما تمسك بهاتف الجوال، أنت تتعدى على خصوصية من يراسلونها ومن يحادثونها حتى التلفون، سواء الأخوات سواء الأهل سواء الأصدقاء. والموضوع يكلف تعباً يعني، يكلف تعب وإرهاق والشك. صحيح. وهناك أيضاً أستاذة سارة قانون يحمي أكيد هذه الحدود بين الزوجين. أستاذة سارة، ما هي الآثار الإيجابية للحدود الزوجية في حياة الأزواج؟ يا ليت لو تعرفين على هذا الموضوع. بالطبع هناك كثير من الحدود، من الآثار الإيجابية لهذه الحدود، لأني أنا قلت إذا وضعت هذه الحدود تمشي الحياة بسلاسة، تمشي الحياة بتفاهم أكثر، نجد أن المودة والرحمة تترسخ أكثر. لماذا؟ لأن كل واحد يجد لنفسه الاحترام، يجد لنفسه التقدير، يجد أن حريته الشخصية محفوظة وأن الخصوصية محفوظة. نعم هنالك، أنا أقول أن هنالك حدود يجب أن يكون الرجل مطلع على حياة زوجته، ولكن يجب أن لا تكون كالكتاب المفتوح يعني. أنا مثلا أتكلم عن التجارب السابقة في الحياة، ليس بالضرورة أن تكون على 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 دراية أو على علم بها بتفاصيلها، أو حتى مع الأهل، إذا الزوجة مع أهلها ليس بالضرورة أن الزوج يتدخل في هذه الأمور أو الزوجة تتدخل في تلك الأمور. بالتالي تعود هذه الآثار الإيجابية لهذه الحدود بالنفع على الأسرة نفسها. إذا كان مثلا في حدود في التربية، تلقين أن الأسرة منسجمة جدا، ما في مشاكل، ما في خلافات لا بين الأم والأب، ولا حتى تلقين أن في مشاكل عدم احترام من الأبناء للآباء. فآثار إيجابية كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى إذا وجدت هذه الحدود في الوقت المناسب وفي المكان المناسب إن شاء الله. صحيح. أكيد صحيح فعلا. لكن أستاذة سارة، حدثينا أكثر كيف يمكن للحدود الزوجية تساعد على النمو الوظيفي بين الزوجين؟ نعم بالضبط، هذه بعد لها كثير من الجوانب الإيجابية. إذا وضعت هذه الحدود مثل ما أنا قلت، في حدود في الخصوصية وفي الحدود في الحرية الشخصية. مجال العملي أول ما هي يعتبر من الحرية الشخصية، أنا اخترت مجال عمل مثلا، وبالتالي في مجال العمل توجد نوع من الخصوصية يعني. نقول أن الزوج يعني يعرف زوجته وين تشتغل أو شو مجال شغلها، يحترم هذا الشيء
لا يتعدى حريتها الشخصية في أنه مثلا يختار لها مجال العمل إلا إذا كان تعرف اجتماعي مثلا مرفوض بالنسبة للمجتمع، مرفوض بالنسبة لعاداتهم وتقاليدهم، يراعى طبعا هذا الشيء، ويجب على المرأة أن تطوع نفسها إلى هذا الشيء بالتفاهم، لأنه ممكن يكون مرفوض كذلك كشيء مجتمعي أو تربية أو نشأ في أسرته هو، ولكن بالنسبة لها هي شيء طبيعي أو شيء غير مرفوض أو لا يعيب بشيء، فبالتالي يترك لها مساحتها الشخصية والحرية الشخصية في اختيار هذا الشيء. صحيح. المرأة كذلك يجب ألا تتدخل دائما في شؤون الزوج من الناحية العملية، وألا تؤثر عليه سلبا، يعني حتى إذا لجأ لها بموضوع أن تكون استشارتها بناءة، أن تكون مثلا تفيده وتدعمه في هذا الموضوع أكثر من أني أطرح عليه سلبا، أن لماذا مثلا إذا طرح لها مشكلة تقول لا أنت ليش وافقت، أنت ليش رضيت، أنت تحاول بقدر الإمكان أن هي تتدارك معه هذه المشاكل من غير ما تتعدى حتى هذا الشيء وتسبب أنه يأثر عليه هذا الشيء سلبا في دوامه، بدل ما يكون رايح صحيح. بطريقة إيجابية، لأن أخذ دعم من زوجته يكون رايح وهو بالعكس يعني أخذ شحنة سلبية، فبالتالي ممكن يؤدي إلى خسارة هذه الوظيفة. صحيح. فهم يكملون بعضهم في هذا الشيء ويساعدون بعضهم على هذا النمو الوظيفي بإذن الله. فعلا أستاذة سارة، في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يتناول أكيد الاختلاف بين المرأة والرجل، ولكن يقال بأن في هذا الكتاب أن احترام، خلينا نقول مزاجية الآخر، تعتبر من حدود الاحترام بين الزوجين. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع، هل احترام مزاجية الآخر تعتبر من ضمن الحدود بين الزوجين؟ بالطبع يا أختي العزيزة، يعني احترام مزاجية الآخر شيء ضروري جداً، لأن نحن في النهاية بشر، قد خلقنا الله وميز كل منا في شيء، يعني في أمر، فأنا ممكن يكون عندي أحياناً بعض الأشياء اللي أمر فيها كحالة مزاجية، يجب على الزوج أن 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 يقدر ما أمر به يعني، وكذلك الزوجة، يعني أحياناً الزوج، أنا أعطي مثال، يرجع من الدوام مثلاً مزاجه متعكر، مضايق في شيء، على الزوجة أنها تحترم هذا الشيء. في بعض الزوجات، يعني أنا من ضمن الاستشارات اللي فيني، في بعض الزوجات ما تتقبل، تقول لا المفروض أنه يفصل ما بين البيت والعمل أحياناً. صحيح. حتى هذا الفصل يكون صعب بالنسبة للشخص، لأن حسب طبيعة هذا الإنسان، حسب تركيز الهرمونات حتى في الجسم على موضوع الغضب، على موضوع السيطرة على الغضب، أو على موضوع السيطرة على الحزن والزعل والضيق، فبالتالي يجب أن تكون هناك احترام لهذه المزاجية، إلا إذا كانت تتعدى، يعني أنا أقول دائماً للزوجات إذا كانت تؤثر عليك تأثيراً أو تسبب ضرر نفسي للزوجة، من أن مزاجية زوجها دائما متقلبة أو الزوج يعاني من هذا الشيء، أن المزاجية دائما متقلبة أو هي دائما بمود واحد، هذا لابد أن يكون في نوع من الاستشارة لشخص أيضا مختص في هذا الموضوع حتى يجدون الحل المناسب، لأن ممكن يكون هذا نوع من الاضطراب مثلا وهي مش عارفة، أو هو مثلا يكون عنده نوع من الاضطراب مش قادر أنه يتحكم في مزاجيته وهي مش عارفة، فلا عيب في أن يستشيرون عشان تمشي الحياة إن شاء الله بسلاسة. أكيد طبعاً أستاذة سارة، في النهاية نتمنى تقل الخلافات والمشاكل في أسرنا وفي حياتنا الزوجية. أستاذة سارة عبد الرحمن السر، استشارة نفسية وأسرية، شكراً لك تواجدك معنا اليوم عبر تطبيق زوم. أشكركم الشكر الجزيل على الاستضافة، وأحب أشكر من منبركم مركز الرواد والأستاذة هدى، لأنهم صراحة من أكثر المراكز اللي في العين عندنا تحديداً، يحبون يطرحون من هذه المواضيع التي تهم الأسرة والتي تسعى لاستقرار الأسرة، وأشكركم الشكر الجزيل، وأشكر كل المتابعين، يعطيكم ألف عافية. يعافيك يا رب.